السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مزراوي وين يكسب أول تحديات ويدفع بطل العالم يعني للرحيل عن بايرن ميونخ، يعني وين لعاب يعني لعاب كبير هو من مزراوي، لعاب كبير يعني المدرسة اللي متخرج منها مدرسة كبيرة أياكس أمستردام، يعني مدرسة يعني ما سقاش تهدر عليها، ما تسمع كيما هادو مدارس. كاين واحد المدارس في أوروبا كبار، كاين مدارس كبار يعني أياكس أمستردام، يعني سكت بارسلونة لا ماسيا تاعها تخرج تولد ولا سكت خويا. كاين بزاف صوالح، كاين بزاف أمور لي الناس كي متخرجين يعني وين يكون لك لعاب يكونه بمعنى كلمة لعاب. يعني تشوف من الأياكس راح، من الأياكس قال لا راح نعاودو نهضرو، هادو لاعبين كبار، لعاب تيما من الأياكس رايح لك بايرن ميونخ، تشوف انت يا أشرف حكيمي من الريال رايح لك بوروسيا دورتموند لانتير باريس سان جيرمان، تشوف لاعبين كبار. هذاك كيسموه هذاك بلال أخنوس، هذا متبوع، هذاك متبعو فيه، متبعو في إسبانيا إنجليز طليان الناس يتبع فيه صاحبي. باجيو هذاك العرب، هذاك مصراوي فانيك، مالك وين طلب الفرنسي بنجامين من إدارة فريق بايرن ميونخ الألماني موافقة على رحيله في الانتقالات الصيفية وذلك قبل عام من نهاية عقده مع فريقه، مؤكد أنه لن يمدد عقده في الموسم المقبل. يكملوا معاه يطلقوه يروح. أنا أقول لكم يطلقوه يروح، يطلقوه من التالي كاع. وين أكدت صاحبة ليكيب الفرنسية يوم الثلاثاء أن، يعني قلت لك يوم الثلاثاء أمس، أن بنجامين أعلم إدارة نادي يعني البايرن ميونخ قبل نهاية الموسم الحالي وذلك تحسبا لدراسة العروض التي ستصل إليه، إذ يرغب في خوض تجربة جديدة بعد الأزمة التي واجهها خاصة في بداية الموسم عندما فقد مكانته الأساسية يعني لصالح المغربي مزراوي ناصيري مزراوي. وساهم بروز المغربي يعني مزراوي في الدفاع بطل العالم 2018 إلى طلب الرحيل، يعني بطل العالم وين مزرم وين يعني بنجامين يعني الفرنسي اللي كان بطل العالم. يعني وساهم بروز المغربي مزراوي في الدفاع يعني في دفع بطل العالم إلى طلب الرحيل عن البافاري، إذ كسب مزراوي الرهان وقدم نفسه بقوة في أول موسم له في الدوري الألماني، رغم أنه اضطر للغياب عن الفريق في بداية العام بسبب إصابته بفيروس كورونا. وكان أداء مزراوي منتظم في معظم المباريات ليحكم على بارفيرت يعني بخسارة مكانة أساسية في الصفوف المنتخب الفرنسي خلال نهائيات كأس العالم في قطر، إذ فقد ثقة المدرب ديدي ديشون بما أنه لا يلعب بانتظام، وأمس يلعب في الدور قلب الدفاع بعد بروز مزراوي واستخدم جاو كانسيلو، يعني ويتجه فريق بايرن ميونخ لقبول طلب لاعبه الفرنسي بما أن مزراوي أمن الجهة اليمنى، وهو قادر أيضا على أن يلعب على الجهة اليسرى في الدفاع مثل ما يفعل مع المنتخب المغرب، وبالتالي فإن بايرن ربما يغلق الباب أمام إمكانية رحيل المغربي بما أنه سيخسر يعني بالبيرد ولن يكون مستعد لخسارة نجم المنتخب الأسود الأطلس مرة أخرى. يعني اللعاب هذا وين وقف، يعني اللعاب تلمو تاكل على ربي وتاكل على روحه، يعني وين وقف لهذا المدرب، هذا مدرب هذاك توخيل هذاك. لا ساعة ولا
ودي مش كيف كيف. واه 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 محمد محمد شلب. واه خويا محمد واه واه امشي كيف كيف. انا قلت تقول لي شو قال لي؟ قال لي شو بين خويا شو ماندي ماندي خارج قائمه المنتخب السنغالي. واه امشي كيف كيف. كون جات كون جا عندنا لهنا داي كوب دافريك ما يقلعهش بالركازيه تجيبه غارديا تاع السنغال. الناس تاكل على رواحهم. ناس عندهم لاعبين عندهم مدربين ماشي كيف كيف. انا نقولكم ماشي كيف كيف خويا. شو بير تشوف الوداد تفوز؟ الوداد تفوز الأهلي إن شاء الله بربي يفوزوا على شلة. شو اللي غادي يفوزوا إن شاء الله. يفوزوا نورمال على شلة. كبير الناس يتخدم معه بس يتخدم خويا. نقولها لك كبير غادي تشجع لي اسمع يا لا بيجي كونتر عليهم أبركة ولا لي ناس خدامة خويا سي تخدم. نورك صاحبي الناس تخدم. راني نشوف عبا كان نشوف التدخلات تاع مزراوي على بالك بلي لا اله الا الله محمد رسول الله. يقراك 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 خويا يقراك والله يقراك. الناس تقرا سي محمد يقراك. تأمن بلي ديفونسير شتاه كيفاش يلعب على لا دروات وكيفاش يلعب على لا غوش. شو بير على انت ما تبغيش بن عكنون يا ولدي؟ مشي ما نبغيش بن عكنون. طلعت الويسو افضل. الويسو دقدقتوها الويسو ودع هاو دقدقتوها هذيك الويسو دقدق هذاك الونسو تاعكم لابورتا تاعكم لابورتا تاع لا ماسيا تاعكم دقدقها. نقول لك دقها بويا خليها لابورتا تاعكم دقدق ليا لاز دقدق بزاف أندية يعني كانوا نقولوا مدارس كانوا يكونوا مساكين كانوا يخدموا على حساب طاقتهم دقدقهم.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا وربي يحفظكم، ما تنساوش بارطاج وجيم.